كوميوتيتور ومين تاني؟ وبراشز وبراشز ده المين كونستراكشن بتاع الجنريتور. نفس الكونستراكشن بتاع الجنريتور هو نفس الكونستراكشن بتاع الموتور. عندي ستيتور جسم خارجي من بره، عندي في روتور جسم بيدور من جوه، عندي كوميوتيتور اللي هو بيعمل كونفرتنج من اي سي الى دي سي، وعندي البراشز باخد منها الاوتبوت فولتج في الجنريتور. في مشكله في الكلام ده؟ ده كان بالنسبه للجن. طب بالنسبه للموتور نفس الكونستراكشن هو هو، بس الاختلاف في الاوبريشن بس. انا كنت رسم لك الدكتور شاهد رسمه كده، طبعا انت قطره بحسن حته الكونستراكشن دي مع دكتور شاذلي، انا مش هركز عليها قوي، خلاص انت عارف الكونستراكشن ده بيتكون من ايه، انا بس هتكلم على الايدا وفوبريشن لا اكتر ولا اقل. كنتوا خدتوا رسم زي كده؟ عباره عن الاقطاب دي نورث وساوث، وقلنا عدد الاستيتور او عدد الاقطاب دي بيكون عدد زوجي 2 او 4 او 6 او 8. عدد الاقطاب دي اما يمر فيها الملف او مجموعه ملفات ايه اللي بيحصل؟ والملفات دي بدورها بسرعه اسمها اوميجا ام. ايه اللي بيحصل في الملفات دي؟ يعني بيحصل ايه؟ بيحصل المجال اللي طالع من النورث للساوث بيقطع الملفات دي، فبيتولي التيار جوه الملفات دي. طب وبعد التيار بيتولي ايه؟ او التيار بيتولي نتيجه ايه؟ انديوز دي ميف سميتها ايه؟ بعد الايه بيتولي ايه في الاخر؟ جهد نهائي اسمه ايه؟ الفي اي او الفي تي. ده كان الايدا اوبريشن بالنسبه لمين؟ بالنسبه للجنريتور. يبقى الجنريتور عندي كان اقطاب في الاستيتور، ملفات موجوده في الروتور، الروتور بيدور بسرعه انفجارات اوميجا ام. فبالتالي الملفات دي في دورانها ما بين المجال بين النورث والساوث هتقطعه، هيتولد انديوز دي ان اف ثم كرنت ثم فولتج نهائي باخده من على الفرش. طب بالنسبه للموتور بقى هيفرق معاك ايه الموتور عن الجنريتور؟ الموتور عكس الجنريتور. يعني ايه؟ الجنريتور انا كنت بديله ميكانيكال باور، كنت بديله ميكانيكال باور وباخد منه ايه؟ ركز معايا، باخد منه ايه؟ الكتريك باور. لكن المره دي في الموتور انا هعمل ايه بقى؟ الموتور انا هديله الكتريك باور عن طريق الكتريك فولتج كده اسمه في اس. الفي اس ده هدوره على الفرش هيعمل لي تيار، هيعمل لي باك اي ام اف. ايه الفرق بين انديوز وباك؟ حد يعرف؟ الاثنين اي ام اف خلاص فولتج، بس الانديوز نتيجه قطع انترسكشن، لكن الباك نتيجه فولتج تكون من سبلاي فولتج. يبقى فولت نتيجه فولت تكون منه بسميه باك اي ام اف، لكن فولت تكون نتيجه قطع لمجال بسميه انديوز. طيب يبقى انا عندي هنا في الموتور انا بدي سبلاي فولتج في اس، الفي اس ده بيعمل لي باك اي ام اف، بالتالي بيتولد لي تيار، التيار ده هيعمل لي ايه بقى؟ التيار ده هيعمل لي مجال، المجال ده هسميه فاي 1. يبقى التيار اللي بيعدي ده هيعمل لي مجال هسميه فاي 1. طيب والاقطاب دي بتعمل لي مجال تاني من النورث للساوث هسميه فاي 2. الانتر اكشن ما بين فاي 1 وفاي 2، خد بالك ان اي عزم بيتولد لازم مجالين. مجال دلوقتي جاي منين؟ السورس. والمجال التاني جاي منين؟ من الاقطاب دي. الانترسكشن بتاع المجالين دي بيتولد تورك طبقا للعلاقه التي بتتناسب مع فاي 1 فاي 2 ساين الزاويه. يبقى نتيجه التو فلاكسز اللي موجودين دول اتولد ايه بقى؟ تورك. اتولد تورك معناه ان اتولد حركه، فهيتحرك الروتور بتاعي ده بالسرعه بتاعته اللي هي الاوميجا. يبقى فكرة عمل الموتور باختصار هو ككونستراكشن هو نفس الكونستراكشن بتاع الجنريتور وخلاص مفيش فيه مشكلة، لكن فكرة العمل ان انا بدي الكتريك باور عن طريق الكتريك سبلاي فولتج وباخد حركة، باخدها ازاي؟ عن تولد تو فلكس. وركز، اي موتور في الدنيا عشان يدور لازم كام فلكس؟
الترم لازم يعني هتاخد الترم التاني ان شاء الله سينكرونس موتو، هتاخد الترم اللي وراه اندكشن موتو، هتلاقي مشكلتنا كلها تولد كام فلكس؟ اتنين فلكس. الفلكس الاولاني جاي من السبلاي فولتج ده اللي عمال لي باك ان اف، عمال لي كرنت، فالكرنت عدى في الملفات عمل لي فلكس، والفلكس التاني جاي من الاقطار. التو فلكسز دول هيتولد الانتراكشن منهم هيتولد لي تورك، والتورك ده بالتالي هيولد لي سرعه، فهيتحرك الروتور بتاعي ده. طبعا السرعه باخدها منين؟ من الجزء المتحرك من المشين اللي هو الروتور. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ده بالنسبه لمين ده؟ ده بالنسبه للايديا اوف اوبريشن بتاع الدي سي موتور. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى الايديا اوف اوبريشن الكونستراكشن زي بعض، الايديا اوف اوبريشن تولد تو فلكسز. الكلام ده كله انا كاتبه في الورق، ممكن اكتبه لك هنا بسرعه او باختصار، ما تكتبش ورايا. البرنسبل عندي هنا دي بنس وبرديوسنج، هكتبها باختصار كده تو فلكسز فاي 1 وفاي 2، وفاي 1 ده من الستيتور فولز، وفاي 2 ده منين؟ من السبلاي فولتج. هنسميه المره دي فينس. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى بعد كده لو اتكلمنا على الانواع، انواع الموتورز نفس انواع الجنريتور. اي ماشين في الدنيا عندك موتور ممكن تشتغل جنريتور. فبالتالي انت كنت اخد انواع الجنريتور كم نوع؟ خدت السيبريتور وخدت الثاني الشنط، وخدت ايه تاني؟ السيريز والكومباوند. طبعا دول اربع انواع مبنيين على ايه المسمى بتاعهم؟ المسمى بتاعهم باني ما بين الكونكشن ما بين مين ومين؟ بين الارمتشر وبين تاني الفيلد. الارمتشر اللي هو مين؟ الروتر. والفيلد اللي هو مين؟ الاثنين كانوا معزولين عن بعض وغايب تغذيه خارجيه بسميه سيبريتي اكزايتد. لو الاثنين مع بعض انفيرال بسميه ايه؟ بسميه شنط. لو الاثنين مع بعض سيريز بسميه ايه؟ لو ميكشر ما بين الشنط والسيريز بسميه ايه؟ المعروف بعدها كومباوند. هنا تقريبا نفس الانواع هي هي، عندي برضه سيبريتي وعندي شنط وعندي سيريز وعندي كومباوند. عندي الاربع انواع، هم متشابهين في ايه ومختلفين في ايه؟ هم متشابهين في الكونستراكشن، مختلفين في الايديا اوف اوبريشن. ثالث حاجه متشابهين في ايه؟ متشابهين في الانواع اللي عندك، هي نفس الانواع بنفس الكلام. طيب الانواع دي اللي انا بتكلم عليها كشانت وسيريز وكومباوند بتستخدم في ايه؟ خد بالك ان اهم نوعين موجودين في الموتور هم النوعين دول، الشانت والسيريز. وطبعا ده اللي هنتكلم عليه بعد كده قدام في سنه ثالثه. سنة تالتة هناخد الابليكيشنز بتوع الاثنين دول، امتى اعمله شنط وامتى استخدمه سيريز. اي موتور في الدنيا ممكن اشكله زي ما انا عايز، عندك اطراف الفيلد واطراف الارمتشر اعمل اللي انت عايزه فيه طبقا للابليكيشن بتاعك. لو الابليكيشن بتاعي ده عايز فيه كنترول اكتر بستخدم الشنط. الشنط عندي الكنترول بالنسبه له بيكون اسهل من السيريز، وهنعرف الكلام ده في الاخر خالص اخر المحاضره اما نتكلم على الطرق الكنترول بتوع الشنط. يبقى الشنط بالنسبه لي افضل نوع فيهم من حيث الكنترول، التحكم في السرعه. طبعا لما اتكلم على الكنترول اقصد السبيد كنترول، يعني اقصد هنا حته السبيد حته السرعه، اتحكم في السرعه ازاي. وطبعا ده هنتكلم عليه في اخر تلت في المحاضره، ان انا بعمل كنترولنج على الشنط ازاي. طبعا السيريز زي ما انت خدت في الجنريتور ان تيار الارمتشر بتاعه عالي جدا، فبالتالي بيستخدم فين بقى؟ في عندي الهاي تورك ابلكيشن. لو انا عندي في ابلكيشنز التورك بتاعها او اللودز بتاعها بيكون كبير، فيفضل استخدم ايه؟ استخدمه كسيريز موتور. وبالتالي انا عندي اهم نوعين هتلاقيهم موجودين بره اكتر في السوق، هتلاقي الشنط والسيريز. لو انت هتستخدم كنترول على السرعه اكتر يفضل تستخدم الشنط، وده اللي هنتكلم فيه وده موضوعنا ان شاء الله في المحاضره دي. السيريز بيستخدم في الابلكيشنز اللي محتاجه تيار عالي اللي هي الهاي تورك ابلكيشن.
هنتكلم ايه وهنركز عليه؟ هنركز اكتر على الشنط ده اللي انا هدرسه طبعا، السيريز موتور والسيبريتلي والكومباوند هناخده ان شاء الله في سنه ثالثه في ماده التست. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى احنا اتكلمنا على الكونستراكشن، وبعد كده اتكلمنا على الاوبريشن وقلنا الاوبريشن شغال عامل ازاي هو التو فلكسز، وبعد كده اتكلمنا على انواع وقلنا نفس الانواع بتاعه الجنريتور هي هي، وقلنا النوعين دول هنركز عليهم اكتر بحكم ان هنا الشنط الكنترول بتاعه اسهل وهنا الهاي فولت ابلكيشن اكتر. طيب هتكلم قبل ما اخش على الانواع بتاعته، هتكلم على الستارتنج عموما. لو عايز اتكلم على الستارتنج للدي سي موتور، نعم والله الاسود هروح اجيب لك بقى من ايه؟ بس تعالى اقعد هنا اسهل، تعالى اطلع اقعد قدام، اقعد هنا. نعم عايز ايه؟ طب روح هات قلم. دكتور رامي عادل، قول له دكتور بهاء خليهم يمكن الاوضه بتاعتنا 209. اللي عايز يطلع قدام يطلع في اماكن هنا. معلش بس انا معايا المحاضرات قلت محدش ممكن يكتب، افهم بس الدنيا ماشيه ازاي. الستارتنج للدي سي موتور، لو انا عايز اعمل لاي ماشين ستارتنج، خد بالك معروف جدا في اي ماشين التيار الستارتنج، التيار الستارتنج عالي ولا قليل؟ التيار الستارتنج بيكون ايه دايما؟ ليه؟ ده السؤال الثاني. يعني هو التيار الستارتنج في اي ماشين، عشان لو طلعت اي انترفيو التيار الستارتنج بيكون على مسك الموبايل، التيار الستارتنج بيكون عالي ليه بقى؟ ده اللي احنا هنجاوب عليه هنا. يبقى معروف دايما ان التيار الستارتنج ده بيكون عالي جدا. طب عالي ليه بقى؟ ده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. تعالى كده لو هنتكلم على ماشين عموما، انا هرسم لك الرسمه دي تاني بشكل كده سيركت. ادي سبلاي فولتج، دي جهد اسمه بي اس، وطالع تيار اي اي اهو. وادي النورث وادي الساوث، وتولي هنا جهد باك اي بنت اسمها اي باك، وهيتولد هنا فلكس من الكرنت ده، هيتولد فلكس فاي واحد، وهيتولد فلكس هنا فاي اثنين. الانتر اكشن بتاع فاي واحد وفاي اثنين هيديني تورك وسرعه هنا في الارمتشر. تعالى من الشكل ده، لو قلت لك طلعني تيار اي اي اللي هو تيار الاي اي، ده هو تيار اللود، هتقول لي ايه هنا؟ انت كنت اخدت من الاي اي من هنا كسيركت تساوي ايه الاي اي ده؟ يساوي بي اس ناقص مين؟ ناقص الجهد ده على المقاومه ار اي. ما خدتوش القانون ده؟ الار اي هنا فين؟ مقاومه ملفات الارمنشن. انت متاكد يا ابني ان ده دكتور رامي عادل اللي اديك القلم ده؟ مش دكتور عادل ولا حاجه؟ معايا تاني. حاجه كل الناس شايفه؟ يا جماعه اللي مش شايف يطلع قدام، ما حدش يتلكم، اللي مش شايف يطلع قدام. انا هقول مصر لما تروح اه دلوقتي لا، بس لما اروح هنا خلاص يا شباب، خلاص يا رجاله باشمهندسين، خليكم معايا بس بعد اذنكم. ده شكل السيركت، انت كنت خدت قوانين اصلا قبل كده، خدت الاي اي افكرك بالجنريتور، خدت عباره عن ايه؟ فاكر القانون ده؟ خدت القانون ده اكيد.
او مين اكبر كان هناك في الجنريتور؟ كان اكبر، لكن المرة دي مين اكبر؟ الدي اس هي اكبر، فهقول هنا اي اي تساوي دي اس ناقص اي اي في الار اي، طلع قيمة الاي اي لوحدها عبارة عن ايه؟ في اس ناقص اي اي على الار اي، الاي اي احنا ما اسمهاش اي اي، اسمها ايه هنا؟ اي بي كمسمى، انت لو كتبتها لي اي اي صح ماشي، بس زي ما قلت لك فرق بين باك ام اف وانديوس دي ام اف، فبالتالي ادي القانون اهو بتاع الاي اي اهو جايبه برده من السيركت دي. في مشكله القانون ده؟ طيب ده قانون بالنسبه للاي اي. تعالى بقى لو درست ادي ستارتنج في البدايه سرعه الماشين بكام في البدايه؟ زيرو. الماشين بتدور لسه بدوس على الزرار عشان ادورها، فسرعه الدوران تساوي زيرو. تمام؟ طيب انت خدت قانون الانديوز دي ام اف لو فاكره، كي اي في فاي بي في مين؟ اوميجا. لو قلت لك ان الاي اي او الاي بي بتساوي كي اي في الفاي بي في الاوميجا ام، طب في الستارتنج الاوميجا بكام؟ بصفر. ليه الاوميجا بصفر؟ لان الان بكام؟ بصفر. فبالتالي ات ستارتنج هتبقى قيمه الاي اي او الاي باك قيمتها بزيرو. خد ده كده وعوض بيها هنا. يبقى اذا الاي اي عند الستارتنج هتساوي في اس ناقص زيرو على مين؟ على الار اي. المطروح منه قيمته بكام؟ بزيرو. فبالتالي قيمه الكارنت ده قيمته ايه؟ اكبر ما يمكن. عشان كده في الدي سي موتور عموما قيمه تيار الستارتنج بتكون اعلى ما يمكن. ليه؟ نتيجه الاثبات الصغير ده. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طب انت يهمك كراجل ديزاينر اعمل ايه تيار الستارتنج ده؟ هو عايز اعمل ايه؟ اقلل المعادله اهي. اي ستارت تساوي في اس على ار اي. عايز اقلل التيار ده لانه عالي جدا، عايز اقلله عن ايه؟ لا اما اقلل الفولتج لا اما ازود مين؟ المقاومه. يبقى انت عندك كحل من الحلول لتحليل تيار الستارتنج في دي سي موتور، لان اقلل الفولتج. وخد بالك ان تحليل الفولتج ده مشكله. ليه مشكله؟ لانه هيقلل لك التورك، فتلاقي الماشين اللي عندك مش قادره تقوم الحمل. فبنلجا دايما الحل التاني اللي هو مين؟ ان انا ازود المقاومه. عن طريق ايه؟ هاجي في سكه المقاومه ار اي دي، احط معانا مقاومه هسميها ار اكسترنال. المقاومه دي بحطها فين؟ بحطها في دائره الارماتشر. طب وبحطها لزمن قد ايه؟ انا يهمني جدا ان المقاومه دي تقلل لي تيار مين؟ تيار الستارتنج. طب والستارتنج ده كزمن ياخد قد ايه في المشين؟ الراوند ثانيه واحده. فالمقاومه دي انا بدخلها طبعا مش بتدخل كمقاومه صندوق مقاومات كده، لا بيكون دوائر باور الكترونكس. فالمقاومه دي هتخش في لحظه الستارتنج بس. هدخلها هنا ان انا هتجمع على المقاومه ار اي، فبالتالي تيار الستارتنج ده هيقل. وبعد الستارتنج ايه اللي يحصل المقاومه دي؟ هل انا محتاجها؟ هعمل فيها ايه؟ هتتشال. طبعا تدخل المقاومه او تتشال، ده طريقه ثانيه من طريقه الباور الكترونكس، دي قصه ثانيه عن طريق اي جي بي تهاك. انت لسه ما خدتش الكلام ده، بس انت اعرف الفكره. بس يبقى الفكره عندي في الستارتنج ان انا في اي ماشين او اي موتورز عموما تيار الستارتنج بيكون كبير جدا. وتيار الستارتنج كبير جدا ليه؟ لان الانديوز او الباك اي ام اف في الماشين بتكون قيمتها زيرو، فالمطروح منه بيكون قيمته زيرو اقل ما يمكن، فتيار الستارتنج بيكون كبير. نقلل تيار الستارتنج ازاي؟ يا اما اقلل السبلاي فولتج او ازود الارمتشر ريزيستنس. تقليل السبلاي فولتج ده هيعمل لي مشاكل في التورك ابلكيشن. لو انا عندي حمل كبير، الماشين عندك مش هتقدر تدور الحمل ده. فبالتالي بلجا للطريقه الثانيه اللي هي مين؟ ازود الارمتشر ريزيستنس عن طريق ان احط مقاومه في سكه دائره الارمتشر، هتقلل لي تيار الستارتنج لمده ثانيه او ثانيه ونص بكتير. وبعد كده بعد لحظه الستارتنج اللي يحصل المقاومه دي تشال. طب انا بقى عايز اعرف لحظه الستارتنج دي قد ايه؟ انت قلت لي هنا ثانيه. دايما لحظه الستارتنج لحد ما الموتور يوصل ل 75% من سرعته. يعني الموتور ده مثلا مصمم ان هو يشتغل 3000 ار بي ام. اعرف لحظه الستارتنج امتى؟ لما عداد الار بي ام يبقى 75% من 3000، يعني 2250. لما الموتور يمشي 25% من ال 3000 سي مثلا هي سرعه الدوران بتاعته، يبقى انا كده عديت مرحله الستارتنج. في حد عنده مشكله في الكلام ده؟
يبقى انا قلت هنا بالنسبه للتيار الستارتنج هعمله ازاي سبلاي فولتج او ارمتشر ريزيستنس، وقلنا ليه الطريقه اللي تفضل دايما ان انا ازود الارمتشر ريزيستنس ليه، قلت لك عشان اسهل لي وابعد عن مشاكل الفولتج كنترول في لحظه الستارتنج. قلت الكلام ده بيتم لمده قد ايه؟ مش هسيب المقاومه دي انا تقعد كده، لا هتخش في فتره واحده فتره الستارتنج اللي هي الثانيه او الموتور يتم 50% من سرعته وبعد كده بخرجها. المقاومه دي لو سبتها ايه اللي هيحصل؟ لو سبتها تكمل بقى ايه اللي هيحصل؟ خلاص انت بعد الستارتنج اصبح ده طيار راننج بقى، ده رايح يكمل بيه الماشين. هتعمل لي ايه المقاومه دي؟ هتقلل لي التيار، هتعمل لي كفر لوس، هتقلل لي الافشنس. فعشان كده المقاومه دي بعد الستارتنج انا باخد هدفها بس في اللحظه دي وبعد كده بشيلها مش عايزها. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا اتكلمت على الكونستراكشن قلت هو نفس الجنريتور، اتكلمت على الاوبريشن وقلت ان انا هنا محتاج اثنين فلكس عشان اولد حركه للروتور، وعرفنا الاثنين فلكس جايين منين، واحد من الاقطاب والثاني جاي من السبلاي فولتج. الانواع قلت هي نفس الانواع، النوعين الاميز منهم الشنط والسيريز. هنتكلم على الشنط اكتر لان في حته سبيد كنترول دي هنتكلم عليها في الاخر. السيريز بس في الابلكيشنز التورك العالي دي التيار بتاعه عالي. بعد كده اتكلمنا على لحظه الستارتنج وعرفنا اهميه التيار الستارتنج، انا عايز اقلله، وعرفنا هو كبير ليه، لان يعني ممكن اجيبها لك في الامتحان الاثبات الصغار ده او الشكل ده اقول لك ليه التيار الستارتنج كبير وبعالجه ازاي كبير عشان الايكويشن دي بعالجه بالطريقتين دول دي اللي تفضل اكتر الارمتشر ريزيستنس. حد عنده مشكله في اللي انا قلته النهارده لحد دلوقتي؟ ده بالنسبه للجزء الاول. تعالى بقى نتكلم على الجزء الثاني. عشان ما تختلفش برضو اي ال نفس الكلام، وهنا اي اف المقاومه اي اف، وهنا اي اي، وهنا الاي اي او الاي باك. طبعا هنا اتجاه الاي اي فين؟ اتجاه الاي هنا اهو. هناك في الجنريتور كان التيار طالع من دايره الارمتشر بيغذي هنا، وهنا كان لود. المره دي التيار اي ال بيغذي هنا التيار الفيد وبيغذي هنا التيار الارمتشر. ده بيعمل لي فلكس اسمه فاي 1 ريفيت، وده بيعمل لي فلكس اسمه فاي 2. الاثنين دول بيدوني حركه هنا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ده بقى شكل السيركت. يبقى شكل السيركت اختلف بيها ايه؟ ده اصبح سبلاي فولتج، الدايركشن بتاع الكارنت اي ال اصبح هو تيار اكبر من التيار اي اي، فبالتالي اصبح التيار اي 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 ال هو بيغذي اي اف وبيغذي اي اف. حد عنده مشكله في السيركت دي؟ بالنسبه للايكويشنز انت كنت اخد ايكويشنز كده الاي اي زي ما كتبتها لك، كنت اخد بتساوي الاي دي هناك في الجنريتور زائد اي اي في الار اي. هنا المره دي لا، هنا الاي تساوي الفي اس ناقص مين؟ ناقص الاي اي في الار اي. هناك في الجنريتور كنت اخد ان الاي اي تساوي اي ال زائد اي اف، هنا لا اصبح ان الاي اي تساوي اي ال ناقص مين؟ ناقص الاي اف. في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالى بالنسبه للمعادله الثالثه، انت هي اي اف تساوي اي في اس على المقاومه ار اف، لان نتيجه ان انا عندي هنا السبلاي فولتج بارل مع الفيد سيركت اللي هي دي بارل مع الارمتشر سيركت اللي هي دي.
حد عنده مشكلة في الكلام ده؟ ده بالنسبة للسيركت والقوانين بتاعتها. بالنسبة للباور فلو بص كده، ادي انبوت وادي اوتبوت. احنا اتفقنا ان الانبوت في الجنريتور عكس الانبوت والموتور والعكس. انا هناك في الجنريتور كنت بدي ايه؟ بدي ميكانيكال وباخد ايه؟ الكتريك. هنا المره دي هعمل ايه بقى؟ هدي الكتريك. الكتريك يعني انبوت الكتريك. عباره عن ايه الانبوت الكتريك ده؟ كباور بالظبط كده، دي سي في اس في الاي ال. والاوتبوت هنا ميكانيكال، وخدت الاوتبوت ميكانيكال ده عباره عندي عن ايه؟ تورك في اوميجا في اس في مين؟ في اوميجا. فلو حبيت تقارن ما بين الجنريتور كشنط والموتور، تبديل بس الانبوت والاوتبوت على اساس ان ده عكس ده تماما، يبقى الانبوت والاوتبوت يتبدلوا مع بعض القوانين. في باور ديفولوبت اللي هي الكترو ميكانيكال باور. القانون هي الكترو ميكانيكال باور دي اي او بي اي ايه بالظبط؟ اي اف مين؟ او تساوي ايه تاني؟ بالظبط. اسمها الكترو ميكانيكال باور على اساس ان ليها شكلين، شكل الكتريك فولتج في كرنت، وشكل تاني ميكانيكال تورك في اوميجا. خد بالك لو كتبت لي اي او اي باك هي هي، هتعمل لي ايه؟ انا برضه عايز اوحد لك الرموز مع دكتور مع الجنريتور، مفيش مشكله، بس انت تعرف ان في الموتور بكتبها اي باك. يفضل كتبتها لي ايه في الامتحان اكسبتك، مش مشكله. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ طيب هنا الكتريك انبوت، يبقى طبيعي باور لوس اللي هتشوفها برده في الاول هتكون الكتريك، وهنا باور ميكانيكال، فطبيعي الباور لوس هنا هتكون ميكانيكال اللي هي البي روتيشن. فاهمين الحته دي؟ كنت خدتوها كده في الجنريتور، كنت خدت في الجنريتور طبعا بالعكس تبديل، لكن اي باور هنا الكتريك فالنص اللي جنبها هتكون الكتريك على طول. فهنا الباور الكتريك فولتج في كرنت، فانا عندي لوس اثنين نوع من اللوسز، كبر وروتيشنال، الكتريك وميكانيكال. فطبيعي الكتريك يبقى باور لوس الكتريك اللي هي الكبر، ميكانيكال هتكون باور لوس ميكانيكال اللي هي البي روتيشنال. البي كبر تساوي ايه قانونها؟ شوف سميشن اي سكوير في ار، عندي كم مقاومه هنا؟ مقاومتين، هتبقى الطيب كل مقاومه في التيار التربيع بتاعها هتبقى اي سكوير في ار اي زائد اي اف سكوير في الار اف. فهتلاقي الجنريتور تقريبا في شبه كبير جدا من الموتور. يبقى دلوقتي بدل الانبوت والاوت، بدل البوزيشن بتاع الروتيشنال والكفر، يبقى انت كده هتاخد الباور فلو دايجرام بتاع مين؟ باور فلو دايجرام بتاع الشنط الموتور. حد عنده مشكله لحد هنا؟ حد مش فاهم الكلام ده؟ مشكلة. على كده نوتس. ركز معايا بقى كده. لو قلت لك او انت لقيت في اي موتور، ممكن تلاقي في السطر اللي انا هكتبه ده، ممكن مثلا الاقي 20 هورس باور، 220 فولت، 40 امبير. لو اي موتور لقيت الكلام ده، ده بيوصف ايه؟ 20 هورس باور دي باور، انبوت ولا اوت؟ اوت بالظبط. يبقى دي بي اوت. اي حاجه هلاقيها على اي موتور فده توصف الاوت باور بتاعته. تكييف عندك اقول لك 3 حصان انبوت ولا اوت؟ انا هستفيد بايه؟ دايما هديك الخارج بتاعه، ما يهمكش الدخل، يهمك اللي انت هتستفيد بقد ايه. فبالتالي اي باور هديها لك اللي هي بي اوت، ده انهي فولتج؟ ده انهي فولتج بقى؟ مش هديك الجهد اللي جوه الماشين، انا مش هقيسه، فهديك الجهد اللي مين بقى؟ اللي من بره عندك، اللي هو مين بقى المره دي؟ في اس. طب وده انهي تيار بقى؟ برضه نفس الكلام، ده التيار اللي طالع عندك اللي هو الاي ال، ده التيار اللي طالع من السورس. يبقى انا عندي لو اديتك اي باور في الاول دي في اوت، اي فولتج ده سبلاي فولتج، مش عايز لك جهد جوه المشين، وده التيار اللي طالع من السبلاي فولتج ده. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد مش فاهم؟ طيب دي نوت اولانيه. تعالى
تعالى بقى النقطه الثانيه اللي هي الاهم، لو البيروتيشنال دي مش مديهالك، لو البيروتيشنال جيت لك مثلا على روتيشنال لوزس عشان تحل اي مساله تحتاج البيروتيشنال او ممكن اطلبها منك اصلا. في الجنريتر كنت بديها لك جيفن، لكن هنا في الموتور في تكنيك ممكن تجيب منه البيروتيشنال. هتجيبه ازاي بقى؟ ركز معايا بقى في الحته اللي جايه دي مهمه قوي. لو البيروتيشنال ما ادهالكش بص، لو قلت لك كده تعالى اد نود، ركز في الحته اللي جايه دي عند اللحم. هو عند اللحم لو الماشين انا مش محمل عليها، يعني ايه الماشين مش محمل عليها؟ يعني الماشين بتدور على الفاضي معايا كده. طب يعني ايه الماشين بتدور على الفاضي؟ هل في تورك ولا في سرعه؟ في سرعه مفيش مين؟ مفيش تورك. يبقى افهم كده اد نود في سرعه، والسرعه ايه بقى؟ اكبر ما يمكن. ما انت من الماشين مش حاطط حبل هنا على الروتر، ده الروتر ده عمال يدوب، انا مش حاطط حاجه هنا تقلل او تحجمه، اللي انا حاطه بحجمه ده التورك، دي السرعه. فانا مش حاطط اي حمل، فالماشين بتدور بمنتهى السلاسه. فبالتالي اد نود السرعه عندي بسميها ان ام نود بتكون اعلى ما يمكن، لكن التورك قيمته بكام؟ واضحه الحته دي؟ يبقى دايما عند النلوط في سرعه، سرعه كبيره، لكن مفيش حمل اللي هو التورك بالنسبه لي. طيب ركز معايا بقى، ان ام نلوط. طب في عندي سرعه ثانيه اسمها ان ام فول لود. يعني ايه ان ام فول لود؟ سرعه ايه بقى الفول لود دي؟ وانا حاطط حمل كامل على الماشين، طبيعي مين اكبر في السرعه؟ نلوط اكبر من دي. فهينشا ديفينيشن مهم قوي اسمه سبيد ريجوليشن. فاكرين الديفينيشن اللي اسمه فولت ريجوليشن؟ ايه هو الفولت ريجوليشن ده؟ في نود ناقص في فول نود على في فول نود، طبقناه فين؟ خدناه في الترانسفورمر وخدناه فين تاني؟ ليه؟ مش نسبة الخطا، ماشي هو بيقيس نسبة الخطا، بس احنا طبقناه في الجنريتور وطبقناه في الترانسفورمر لان الاوتبوت بتاعهم الكتريك. الاوتبوت بتاع الترانسفورمر كان الكتريك، والاوتبوت بتاع الجنريتور الكتريك برضه، لكن هنا في الموتور الاوتبوت الكتريك ولا ميكانيكال؟ ما ينفعش اقول فولت سويتش. الاوتبوت بتاعه عباره عن سرعه، فبسميه بقى الديفينيشن هنا اسمه سبيد ريجوليشن. يبقى ركز دايما، هتلاقي في الموتور مفيش حاجه اسمها فولت ريجوليشن، لكن هتلاقي في الجنريتور والترانسفورمر موجود الكلام ده، لان الاول بتاعي بيكون فولتج، لكن هنا في الموتور الاول بتاعي بيكون سرعه. ففرق السرعتين النو لود من الفول لود بسميه سبيد ريجوليشن، وده لسه هتكلم عليه كمان شويه. انا بقول هنا اد نو لود الماشين كده كده هتدور، بس في فرق الماشين بتدور على الفاضي مفيش حمل عليها، الحمل ده اللي هو بيتربط على الروتور نفسه، انا مش حاطط اي حمل، فبالتالي الروتور بيدور بمنتهى السرعه، ومنتهى اقصى سرعه بالنسبه لي، بسمي السرعه دي ان ام نورود. ما انا ما استفدتش، الافشنسي قيمتها بكام هنا؟ انا هسالك بقى، هنا النورود البي اوت قيمته بكام؟ مليار في زيرو بكام؟ ما هو في سرعه بس في الترك قيمته بكام؟ بزيرو، فبالتالي البي اوت انا قيمته بزيرو، فالافشنسي قيمتها بكام برضو؟ بزيرو. انا ما استفدتش حاجه، لكن انا لسه هقول لك بقى انا هستفيد ايه في الحته دي. هنا الافشنسي في النورود ده قيمته بزيرو، لسه هتكلم على الحته دي برضو. مفيش كفاءه، مفيش اوت اصلا. السرعه كبيره جدا لكن الترك بزيرو. انا بس عرفت حته السبيد ريجوليشن، لسه هرجع لها تاني، هرجع تاني. لو البي ار دي نوت جيفن، انا مش مديك البي ار دي. قلت لو درست الماشين في حاله النورود فبالتالي بي اوت هنا قيمتها بزيرو. وعارفين بي اوت قيمته بزيرو ليه؟ لان مفيش تورك اصلا. في مشكله في الكلام ده؟ تعالى هنا امسك الجزء ده. البي دي كقانون كان بيساوي البي دي زائد بي ار زائد مين؟ زائد البي اوت. تعالى كده هاتها، يبقى البي دي هتساوي بي ار زائد البي اوت. طب والبي اوت قيمته بكام؟ زيرو في لحظه النولود، فبالتالي البي دي نو لود هتساوي مين؟ طب البي دي قانونها ايه اصلا؟ يبقى اي نو لود في اي نو لود تساوي مين؟ البيروتيشن.
يبقى انا عندي لو ما ادكش الزيرو تشكل لازم تجيب مين ومين الاي اي. في جهد صغير جوه متولد اي اي في لحظه النرود وفي تيار ممكن يمر في المشين في اللحظه. في مشكله في الكلام ده؟ قلت لك ان المشين دي اي اي نرود قيمته بزيرو ما بتسحبش تياره في اللي حلو، يبقى انا عندي البي ار قيمتها كام ساعتها بزيرو خلاص. لكن لو اديتك انفورميشن على الاثنين دول فلازم تجيب لي مين البي ار. وده يخلينا نركز في جزئيه كده ليه النرود والفلود. تعالى بقى كده انا عندي حالتين للماشين دلوقتي، عندي حاله نرود وعندي حاله فلود. ركز معايا بقى في النرود البي اوت قيمته بكام؟ اللي فشل سخامتها بكام؟ زيرو. دايما لما يجي لك كده سؤال في الانترفيو اذا افشنسي اكنولود يساوي يديك اختيارات هتختار كام؟ انت في ناس بتختار 100% وفي ناس بتختار 50. واصبر السنه الجايه هيقل يعني بص هتلاقي الاسئله دي موجوده كده. فافشنسي اكنولود يساوي زيرو. طبعا ده لو في الانترفيو ومحطوط لك السؤال ده كده وانت قلت 100% هيعملوا فيك ايه؟ الف سلامه والقلب دعيله. يعني من اولها كده هو عارف اللي بيكلم مين. فبالتالي ركز في الجزئيه دي بيأوجد بزيرو افشنسي بزيرو. خد بالك ان في سرعه هنا تمام سرعه كبيره جدا. فبالتالي في انديوز دي ام اف او باك ام اف. ليه؟ لان دي ايه تساوي كي اف في مين؟ في فاي في مين؟ اوميجا. ففي ان ففي اوميجا ففي اي 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 موجوده يبقى في اي اي موجوده. في مشكله في الكلام ده؟ طب تعالى في الفول لود كل القيم اللي انا هطلبها منك الافشنسي طبعا عاليه لكن ما بتكونش 100% يعني في لوسز في بي اوت في بي ام ما فيش مشكله في سرعه فول لود في اي اي فول لود في اي اي فول لود. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ حد مش فاهم الكلام ده؟ يبقى انا اقصد ان في قيم الاي اي والان ام والاي اي ليهم شكلين، شكل نرود وشكل فلود. الاي اي نرود اي نرود ممكن تساوي زيرو. لو قلت لك كلمه ايديال شنط موتور، لو قلت لك ان الموتور ده مثالي ما بيسحبش تيار لود عند الحمل، مفيش تيار رايح ناحيه اللود ومش حاطط حمل، يبقى خلاص هو قيمته اي نرود ده قيمته بزيرو. لكن اديت لك ليه قيمه معناه ان ليه قيمه خلاص. قلت لك كلمة ايدل معناها ان قيمته بزيرو، واضح الكلام؟ حد عنده مشكلة في الحتة دي؟ حد مش فاهم؟ يبقى أنا أقصد إن في قيم ليها شكل في النرود وشكل في الفلود. طب تعالوا بقى، هل الـ VS يفرق معايا النرود والفلود؟ يعني ليه قيمة هنا وليه قيمة هنا؟ ده سبلاي فولتج، والله حاطط حمل مش حاطط حمل، قيمته ثابتة. المقاومات مالهاش دعوة النرود بالفلود. طب الـ IF ليه قيمه نرود ليه قيمه فلود؟ طب قول قانون الاي اف ده بيساوي ايه؟ بص هناك كده في اس على مين؟ الفي اس والار اف. يبقى النرود والفلود الاي اف قيمته ايه؟ دول القيم الوحيده اللي ثابته. يعني ايه ثابته؟ والله الماشين شغاله عليها حمل ما عليهاش حمل القيم دي ما لهاش دعوه بالقصه دي خالص. لكن القيم اللي عندك في حمل ومفيش حمل يبقى لازم تفرق بقى هي في انهي قيمه من دول. طب افرض بقى انا قلت لك مثلا انا عايز التورك ديفولب او عايز الافشنسي في المساله. لو قلت لك انا عايز تورك ديفولب افشنسي نرود ولا فلود؟ هطلب منك الافشنسي في النرود؟ هطلب منك التورك في النرود؟ لا. فهتطلب مين على طول؟ مش هقول لك، انا بقول لك فاين ذا افشنسي واسكت. يبقى افشنسي في حاله مين؟ هطلب منك تورك ديفولب، هطلب منك شافت تورك. كل الكلام ده انا هطلبه منك فين؟ في حاله النرود. لو حاله في حاله الفلود لو حاله النرود انا هقول لك انا عايز ايه؟ اقول لك انا عايز سرعه، انا عايز سبيد ريجوليشن. يعني هو بيجيب لي المساله انا في المساله اقصد ان انا هديك حالتين. نعم؟ لا هو مش طريقه، انا هنا قلت فكره من الافكار ان انا ممكن البي ار ما ادهالكيش. فالبي ار لو انا ما ادهالكيش يبقى انت هتمشي في سكه النرود تطلع منها قيمه البي ار. والله عرفت تجيب دول هديك داتا عنهم خير وبركه، ما طلعتش يبقى بزيرو. او قلت لك كلمه ايديال شنط موتور
وبعد كده اتكلمت ان ممكن يكون فاليوز ليها اكتر من قيمه في النورود والفلود وفي قيم ثابته ملهاش دعوه بالفيلم ده خالص. وجيت قلت لك لو انا مطالب منكم مطاليب المطاليب دايما هطلبها في الفلود الا لو انا قلت انا عايز القيمه دي اتنورود قلت لك انا عايز السرعه في حاله النورود مثلا. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ لو قلت كلمه ايديال بحول ده مثال او اسف الموتور ده مثال. مثال يعني ايه؟ يعني ما بيمرش فيه اي طيار لو ما فيش حمل. في بعض الماشينز بيمر فيها طيار صغير جدا وانت مش حاطط حمل. لكن هنا انا مش حاطط حمل ما بيمرش فيه طيار ده المفروض. لكن في ماشينز بيمر فيها طيار صغير في حاله النورود. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ اخر حاجه بس عايز اكتبها قبل ما اخش في مساله عشان ما تكتبوش السبيد ريجوليشن. وعرفنا ان السبيد ريجوليشن ده هو فرق السرعتين من النورود من الفلود. اتفقنا ان النورود اكبر من الفلود اهو نفس القانون بالظبط هو هو. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ناخد مساله شنط موتور. ده انهي بولت ده؟ بنتكلم عن شنط موتور اهو فولتج. ده في اس. تمام. ايه تاني بعد كده؟ تيكس اكرنت. كاتب كده؟ اكرنت 3.5 امبير ات نو لود. يعني ايه الجمله دي؟ الموتور ده بيسحب من السورس قيمته قد ايه تيار؟ 3.5 امبير عند مين؟ انا قايل لك عند النورود. ده انهي تيار ده اللي بيتسحب من السورس؟ اي ال نو لود. تيار بيتسحب من السورس. قلت لك اي تيار هيتحط في نوتس هنا التيار ده بنتكلم عنه عن مين؟ اي ال. ما خد بالك طالما الاي اي دي قيمتين نولود وفول لود يبقى الاي ال برضه لقيمتين نولود وفول لود. اي ال يساوي الاي اي زائد الاي اف، الاي اف ثابت لكن الاي اي لقيم مختلفه نولود وفول لود. فبالتالي ده انهي تيار؟ ده اي ال نولود. ايه تاني بعد كده؟ مدين الارمتشر ريزيستنس الار اي قيمتها ب 4.1 اوم والشنط فيلد ريزيستنس الار اف مديهالي ب 160 اوم اد الار اي واد الار اف. ايه تاني بعد كده؟ وين ذا موتور اوبريتس اد فول لود. الماشين دلوقتي شغاله فول لود. ايه تاني؟ اد 2400 ار بي ام. يقول لك الماشين اشتغلت فول لود عند السرعه دي ودي سرعه الدوران الفول لود. ماشي. ايه بعد كده؟ التكس انت عايد على الماشين تكس اكرنت اوف 24 امبير. لما الماشين اشتغلت في حالة الفول لود كانت السرعة قيمتها 2400 تيكس اكرنت برضه بتسحب تيار قيمته كام؟ بتسحب تيار ده انهي تيار ده؟ اي ال بقى بس المرة دي مين؟ فول لود. في مشكلة في الكلام ده؟ ماشي. عايز مني ايه بقى؟
فايل ميني من الداتا دي هاتي اول حاجه زي افشنسي افشنسي نو لود ولا فول لود انا حتى لو ما قلتش تمام بعد كده عايز تورك ديفلوبد اند يوسفول تورك تورك ديفلوبد اللي هو تي دي والشافت او اليوسفول تورك اللي هو تي اس نورود ولا فول لود برضه فول لود طبيعي اي حاجه هطلبها منك هي فول لود طالما انا ما قلتش نورود ايه بعد كده المطلوب الثالث عايزه منك ذا نو لود سبيد اللي هي الان ام نورود وعايز منك السبيد ريجوليشن برسنتج اخر حاجه سكتش لسه اصبر ذا سبيد كرنت كاركترستكس نو لود اند فول لود هي كل حاجه بتبان غامقه في الاول كده اصبر ازاي الدنيا سهله تعالى بقى في حالك طبعا انا ممكن اطلب منك هنا اقول لك طيار الستارت بالمناسبه ممكن اطلب منك طيار الستارت طيار الستارت بيساوي ايه بس على الطريق ده على طول كده اهو اقسم ده بقى كده ده قيمته كبيره جدا 240 4 من 10 دي داخل مثلا في مثلا 500 امبير رقم كبير جدا فهنا ممكن اطلب برضه منك مطلوب المطالب تعالى بقى واحده واحده كده ركز معايا اول حاجه هتبص على المساله عشان تحل المساله لازم اجيب البي ار البي ار موجوده ولا مش موجوده مش موجوده مش موجوده هل انا مديك معلومات عن النود مديك انفورميشن عن النود مديك اي اي او اي ال هنا اهو في مشكله في الكلام ده يبقى اول حاجه بعملها هقول ايه نود عايز تجيب ايه بقى انت عايز تجيب البي ار اهي هات نولود البي اوت كام كان في النولود ده البي ار تساوي بي دي ناقص الزيرو ده لسه كنت كاتب الكلام ده البي دي قيمتها بكام في مين اي اي في مشكله في الكلام ده تعالى بقى هات الاي الاي قانونها هي عباره عن بي اس ناقص مين اي اي في الار اي لا ملوش دعوه لا ملوش دعوه ده نولود يبقى ده نولود زيه هجيب اي نولود ازاي؟ هات اكتب الاي اي تساوي اي ال ناقص مين؟ اي اي نولود يبقى اي ال ده ملوش دعوه بالليله دي خالص يساوي بقى تعالى كده اي ال نولود انا مديهولك قيمته كام؟ 3 ونص ناقص الاي اف في اس على الار اف في اس 240 على الار اف 160 يعني 1 ونص اهي 240 على 160 هتبقى هنا قيمتها كام؟ 2 امبير يبقى الماشين دي بتسحب تيار رايح ناحيه اللون في نولود قيمته 2 امبير ماشي عوض هنا هات الاي اي نولود في اس قيمتها كام؟ 240 ناقص الاي اي ب 2 في الار اي ب 4 من 10 8 من 10 239 و2 من 10 فولت اضرب ده في ده يبقى يديك البي ار هتساوي 239 و2 في 2 يعني كام قيمتها؟ 400 كام؟ 78 78 4 من 10 فولت طب انت جبت البي ار هنا ايه هي البي ار ديفينيشن؟ الباور نتيجه الدوران يعني قيمتها ايه بقى؟ والله كان في حمل مفيش حمل قيمتها ايه؟ دي باور موجوده نتيجه مين؟ الماشين بتدور فبالتالي هاخد البي ار هنا احطها في حاله مين بقى؟ الحاله الاساسيه اللي عندي اللي هي حاله مين؟ الفول لود يبقى انا عملت التست بالنورود دي عشان اجيب قيمه البي ار واشتغل بيها الحاله الاساسيه اللي انا طالب منها المطالب بتاعتي طالب منك افشنس طالب منك تورك ديفولوب طالب منك شفت
هاخد البي ار دي كانها موجوده في راس المساله واشتغل. واضحه الحته دي؟ طيب تعالى كده كمل. تعالى بقى في حل الفلود اللي هي الحاله الاساسيه بتاعتك. عايز ايه في الفلود دي؟ عايز الافشنسي. تعالى كده ادي بي انبوت ادي بي اوتبوت دي اس دي اس اوميجا ام ده هنا ريكفر دي ديفولت دي روتيشن. تعالى هات فول لود. انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب الافشنسي. الافشنسي بي انبوت وبي اوتبوت. تعالى هات الانبوت بيبوت عندي عامل ايه؟ بيساوي في اس في الاي ال فول لود. البي اس عندك قيمته بكام؟ 240. واي ال فول لود انا مديلك بكام؟ 24. شوف هتطلع كام وات او كام كيلو وات؟ 9.6 تقريبا. لحد معايا في مشكله في الكلام ده؟ الراجل اللي ورا يبقى 9.6 كيلو وات. ادي جبت الانبوت. عايز تجيب الاوتبوت هتجيبه ازاي؟ بي دي فولت. هتجيب مين بي دي فولت وبتجيب مين بقى؟ بي ار. بي ار انهي بي ار؟ هي معادله هي ثابته ملهاش. عشان كده احنا شوف رجعنا من الاول جبنا مين؟ تعالى لو بدات المساله كده هتلاقي نفسك واقف في حته مين بقى؟ البي ار. لان في اوتبوت هنا هتساوي البي دي ناقص البي ار زائد. يا راجل هو مين اكبر؟ بي انبوت تساوي بي انبوت اكبر باور تساوي البي كبر زائد البي دي. البي دي تساوي مين؟ تساوي البي ار زائد مين؟ البي اوت. البي اوت تساوي البي دي ناقص. في مشكله في الكلام ده؟ انا مش عارف حاسس الناس مش فاهمه حاجه. ركزوا في الكلام ده عشان الكلام ده مش هقول لك امتحان. يعني هو الامتحان كده كده هتحط مساله ولا حاجه ب 10 درجات وخلاص. انا برمي الكلمه عشان الاقي اهو. ركزت قوي الناس ايه يعني ايه فتحت يعني خلاص جاي عليها سؤال في الامتحان. لا هيجي نظر لسه في نظر جاي اصبروا بس. دي مضمون مضمون الكلام. المساله حلوه حرين عايزينها مساله مساله. اخلص بس الاول الدنيا لسه كتير. اخلص بس انا عايز انا عمال اعدي على فكره عمال اتكلم بسرعه مش عشان حاجه عشان انا عارف ان انتوا هتهبطوا بدري فعمال انجز. لا هبط ايه؟ لا لا انا عمال انجز وعمال اجري وعمال اكتب. ممكن مش بكده قلت حتى الكتابه دي هتبقى احسن لك. مش هتقعد تكتب وراها هتضيع وقت وهتنام مني وخلصت. انت الكتابه هنا منظمه جدا هتلاقي كل حاجه مش محتاج تكتب. فانت دماغك بس تكون معايا اكتر ولا اقل عشان اقول كل ده في محاضره. الموضوع برضو ايه يعني الموضوع شويه لازم يكون سريع. 5.8 هل دي ولا دي؟ ماشي. بي دي ناقص البي ار ده البي اول. البي ار احنا جبناها منين؟ في فروم نو لود. خلاص هي قيمتها ثابته. فهتجيب البي دي. تعالى بقى هاتها من هنا. بي دي فول لود كل حاجه تساوي اي اي في الاي اي دي فول لود وده فول لود اهو. هجيبهم ازاي؟ اي اي واي اي. تعالى كده عشان تجيب الاي اي نفس القوانين اللي احنا كتبناها هنا هنكتبها هنا باختلاف بس كلمه فول لود عن نو لود. تعالى على هنا بقى هتقول ايه فول لود؟ احنا قلنا هناك ماشي. ايه فول لود؟ هتقول بقى ان ايه فول لود هتساوي في اس ناقص الاي اي مضروب في الار اي ده فول لود زيه. هجيب ده الاول اي اي فول لود هيساوي الاي ال ناقص الاي اف ده فول لود. تمام. اي ال فول لود ده بتقول لك قيمته بكام؟ ب 24 ناقص الاي اف قيمته بكام؟ اتفقنا قيمته ثابته من 2 يعني 22 امبير. عوض هنا هتجيب الاي اف واللود هتساوي في اس
240 ناقص 22 في ار اي 4 من 10. حد يحسبها بكام؟ واحد ونص. بص كده، مين اكبر، اي اي فول لود ولا اي اي نو لود؟ علاقتها الاي اي دايما عكس مع الاي اي على طول، فبالتالي مين اكبر، اي اي نو لود ولا اي اي فول لود؟ طيار رايح ناحيه الحمل، طيار رايح ناحيه الحمل، على عند الحمل الكامل ولا عند الحمل؟ يعني ده رايح اللود وانت محمل قوي، اكيد بيسحب الطيار عادي، عارف انت مش هتحمل اصلا، فبالتالي طيار الفول لود هتلاقيه اكبر بكتير من طيار النورود. انت مش هتحمل في طيار صغير قوي، ده ايديال ده بزيرو. لو قلت لك ايديال، لكن انا طيار الحمل الكامل هتلاقيه اكبر. بالعكس بقى ليه ايه؟ الطيار هنا اكبر فهتلاقي ايه بتاعته اقل. هنا الطيار اقل فهتلاقي ايه بتاعته اكبر، لكن في ماينس هنا في النص. حاول نربط، في مشكله كده؟ طيب انا جبت الاي اي والاي اي هات منها البي دي، خلاص بقى الاي اي الاي اي وهات منها بقى البي اوت، البي دي ناقص البي ار اللي انت جبتها من النورود اللي هي 478 دي وانت 4، وهات منها الافشنسي ده كلود. في مشكلة في الكلام ده؟ لا ماشي. طالب منك ده الستارتنج، خلاص عايز منك السبيد ريجوليشن. عايز السبيد ريجوليشن تعمل ايه؟ لو عايز السبيد ريجوليشن انا عايز هنا طالب منك ال ان ام نو لود. انا مديك ان ام ده في مساله بتاعت ان ام فول لود في 2400 تمام. عندي سرعه وعايز اجيب السرعه الثانيه، اعمل ايه؟ بص بقى ركز معايا، مش الاي اي دي اصلا تساوي الكي اي في الفاي بي في الاوميجا ام؟ ركز معايا، انا عندي كام كيس دلوقتي في المساله؟ نورود ومين؟ فلود. الكي ثابته ولا مش ثابته؟ نورود ولا فلود مالهاش دعوه، يا راجل دي ديزاين. طب الفلكس فاي بي ده يعتمد على التيار اي اف، والاي اف ثابت، يبقى الاي اف بتناسب مع مين؟ يعني بتناسب مع مين؟ مع الان ام. انا عندي كام كيس؟ اثنين. يعني ممكن اقول الاي اي نورود على الاي اي فلود يساوي ان ام من ولود على ان ام فول لود. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا قارنت النورود والفول لود، الفلكس والكي اي ده ثابت من ثوابت المشين، والفلكس اعتمد على التيار اي اف، فبالتالي الاي اي تناسب مع الامر يتناسب مع الان، فبالتالي نورود مع فول لود كتناسب. عندك ايه هنا وايه اللي مش موجود؟ انا بديك سرعه الفول لود 2400، الاي اي هنا وهنا انت جبتهم، دي ب 231 تقريبا ودي 239 وحاجه و2 من 10 وحاجه زي كده. تقدر تجيب من هنا مين؟ ان ام طبيعي هتكون اكبر ولا سرعه الفول لود؟ تكون اكبر من 2400 تحت اي وضع، يعني 2400 دي اكيد الان ام نوت اكبر منها، مش هتطلع بكام؟ ار بي اس. ومنها دي مين بعد كده؟ سبيد ريجوليشن. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ الحته دي مفهومه؟ يبقى دايما دايما هتلاقي كده في مسائل الموتور، ركز في الجزئيه دي، هديك سرعه اطلب منك السرعه الثانيه. يعني انا ممكن اديك هنا الفول لود واطلب منك النورود. فهتمشيلي بالتكنيك ده.
طالما النود وفول نود هتمشي لي بالطريقه دي كده، هتقول لي ايه التناسب مع الان نود على فول نود وتطلع لي السرعه الناقصه منه. طبيعي هتلاقي ده، انا مهرك اهي، هتلاقي حاجه زي كده، اطلب ديك سرعه واطلب منك السرعه الثانيه دي اكيد، ومن هطلب منك ريسك. في مشكله في الكلام ده؟ اخر مطلوب عندك كان ايه؟ سكتش. السكتش ما ارسم، ارسم ايه بقى؟ سبيد كارنت كاركترستيك. ايه هي بقى السبيد كارنت كاركترستيك دي؟ امسك هنا كمل. بص بقى انت عندك كام حاله؟ ركز معايا، عندي كام حاله؟ اثنين. حاله دي وحاله دي؟ نقول في اللود. تعالى كده ارسم، بص ادي السبيد وادي الكارنت. انا بقول لك ارسم بالقلم والرصاص والمسطره. تاني مره السبيد مع الكارنت، عندي كام حاله؟ انا عندي حالتين، حاله مين وحاله مين؟ نولود وفول لود. ركز معايا بقى، بالنسبه لان ان ام انا عندي ان ام نولود وان ام فول لود، وعندي اي اي نولود واي اي فول لود. تعالى كده في حاله النولود، الاي اي قيمته بكام نولود؟ 2 امبير. قيمته كام ده؟ 2 امبير. كان قصاده سرعه، قيمتها قد ايه السرعه دي؟ سرعه النولود قيمتها قد ايه؟ حد حسب كام؟ الفين كام؟ 85؟ اكيد اكبر من 2400. تمام؟ يبقى هي قصادها سرعه قيمتها ان ان 2485 ار بي ام. تعالى الفول لود، التيار قيمته ايه؟ قيمته كبيره، كام قيمته؟ 22 وكام؟ 22 ونص. قصاد السرعه اكبر ولا اقل؟ اقل. قيمتها كام السرعه دي؟ 2400. ان ام فول لود 2400. اهي شفتوا الشكل ده؟ ده جاي ايه ده؟ فيه خط معادل، خط مستقيم تنازلي كده، هنطلعه اثبات دلوقتي. يعني مش بعادك انت مش فاهم الكلام ده؟ فاهمين بس يعني انت كده فهمت الشكل ده كده؟ شفت دي؟ هي دي خط مستقيم هطلع لها دلوقتي هثبتها لك. احنا فهمنا بس بص بقى، في حاجه اسمها سبيد كارنت كاركترستكس. بص يا سيدي، عشان اطلع الاثبات ده انت خدت الاي اي، كان ليها قانون جنرال. ايه هو قانون الجنرال ده؟ كي اي فاي بي في ميل. وليها قانون من السيركت، تساوي ايه من السيركت؟ ناقص اي في الار اي ايكوال للمعادلتين دول لبعض. هنساوي المعادله الجنرال ومعادله السيركت. انت عايز ايه؟ انا عايز علاقه مين مع مين؟ بص، سرعه مع مين؟ مع كارنت. السرعه جوه هنا والكرنت اهو، تمام كده؟ فتعالى على الاثنين ايكويشن دول هعمل لهم ايكوالينج، هسويهم واقسم على اللي جنب السرعه اللي هو مين؟ كي في الفاي بي، عشان نختصر المسافات. يبقى عندي اوميجا ام تساوي في اس على الكي اي في الفاي بي ناقص ار اي مضروب في اي اي على الكي اي في الفاي بي. في مشكلة في الكلام ده؟ دي معادلة ايه؟ ادي السرعة اهي اللي جواها هنا الـ NM، وادي الكرنت، دي معادلة خط مستقيم Y تساوي C ناقص M في X. ماشي؟ ادي الـ Y وادي الـ X، دول ايه دول؟ تعالى كده اهي. ادي الواي اللي هي السرعه اللي اوميجا او الان مجازا، وادي الكرنت اي اي اهو. في مشكله في الكلام ده؟ حلو قوي. دي معادله خط مستقيم باينه هنا ان هي خط مستقيم، علاقه ايه؟ طالما في ماينس تناقصيه اللي هو شبه ده كده. لو انا عايز ارسم انا عندي كام حاله للماشين؟ نولود ومين؟ فول لود. لو قلنا ايديال نولود الاي قيمته كام؟
يبقى واي بتساوي ايه هنا؟ سي ادي واي بتساوي سي اللي هي الجزء المقطوع من محور واي بالترجمه اللي انتوا خدتوها. تمام كده؟ دي اسمها ايه بقى؟ بسميها اوميجا ام نو لود ايديال. اشمعنى ايديال دي؟ لانها توازي اي اي نو لود ايديال. طب حاله الفول لود قيمه الاي ايه؟ كبيره ولا صغيره؟ كبيره. زائد ايه اللي هيحصل لقيمه الاوميجا او قيمه الواي؟ هتقل. ادي هنا حاله الفول لود اهي وصلت هتقل بسرعه. اسمها اوميجا او ان مجازا فول لود. وادي العلاقه التنافسيه هنا. ده في حاله مين دي؟ حاله الايديال. كانت اوميجا ام نروح قيمتها كام؟ في اس على في ايه في الفاي بي اللي هي القيمه دي سي. طبعا ده لو ايديال. طب لو نون ايديال ايه اللي هيحصل؟ هيتحرك. ده هيبقى كده اللي هو ده اللي احنا رسمناه. ده الاثبات اللي بنتكلم فيه. في مشكله الاثبات ده؟ لا. نقطتين بس فيه. تعالى كده. دي هنا ده النون ايديال. دي الامتحان بقى ان شاء الله حبيت الامتحانات. سيب الاستحان دلوقتي وقلت لك سيب الكلام ده اسمع بس. تعالى كده لو انا عايز اتخدم في السرعه بقى ركز كده بقى. ادي معادله السرعه اهي. عشان اتحكم في السرعه عندي كام بارامتر هنا؟ ركز بقى. عندي ثبوت اللود وعايز اتحكم عند السرعه واتحكم في السرعه. اول حاجه هتحكم في مين؟ السورس. السورس علاقته ايه مع السرعه؟ طرد ولا عكس؟ ازود فولت تزيد السرعه، اقلل فولت تقل السرعه. وده اللي موجود دايما في المراوح القديمه. لو عندك موتور او مروحه قديمه هتلاقي دايما انا عامل لك ايه؟ في كنترول كده عن طريق يعني زي سيرستور كده تقعد تزود او تقلل الفولتج. ده تكنيك من التكنيكس القديمه. يبقى الفولت هنا علاقته ايه مع السرعه؟ علاقته ايه؟ طرد. وفي ميثودز ثانيه عن طريق الريزيستنس. ان انا اعمل ايه برضو؟ احط مقاومه مع الاي. لكن المره دي الغرض بالمقاومه دي ايه؟ التحكم في مين؟ السرعه. طب علاقه ايه المقاومه دي مع السرعه؟ عكس مع السرعه. وفي ثالثه علاقه ثالثه علاقه الفلكس مع السرعه. يبقى انا عندي كام تكنيك للتحكم في السرعه؟ ثلاثه. فولتج طردي ريزيستنس عكسي. هتلاقي الفلكس هنا مش معروف طردي ولا عكسي. هتعرف بعد كده ان هو طردي ان شاء الله السنه الجايه. في مشكلة في الكلام ده؟ ده بالنسبة للتكنيكس. في مشكلة في دي؟ نقطة أخيرة؟ هرسم بس شكل وخلاص. يعني خد الغصب كده يعني الحاجه اللي مرفوع عليها خدها برضا احسن لك. يعني كده كده انت قاعد فخدها كده لحن احسن ما ايه بتتفرج عليه احسن ما اجيبها لك في الامتحان كده هتيجي تعيط بعدين. فيعني ايه اسمع الكلام وخلاص. هضيف عليها مطلوب سي كده. هقول لك ايه؟ انت السباي فولتج عندك كانت قيمته 240 فولت في المساله. هاجي اقول لك الفولت ده انا خليته 160. انا الحاجات دي ايه اللي حصل لما خليت الفولت 160؟ السرعه قلت. كانت الماشين ماشيه بسرعه قيمتها قد ايه؟ اللي هي سرعه الفول لود كانت قيمتها 2400 وكام؟
فهمت دي؟ حلو الكلام ده؟ يا ابني افهم يا ابني افهم بدل ما اجيبها لك والله احلف اجيبك الامتحان اسكت وما تتكلمش تمام؟ الحاله اللي ماشيين كانت فيها كانت ايه؟ كانت نور كله ركز معايا ركز في الجزئيه دي الكيرف كان كده لسه رسم اهو ده لو اي ده لو اي ده هيمشي ازاي كده ايه اللي حصل في الكيرف ده انا غيرت مي هنا بالفي اس ايه اللي اتغير عندي بص الفي اس الجديده ايه اللي حصل الفي اس اتغيرت يبقى النقط دي مكانها ايه يا اما يطلع يا اما ايه الفولت حصل فيه هنا النقطه دي هتنزل لتحت طب والسلوب او الميل حصل فيه حاجه لا ليه لانه لا يعتمد على الفي اس يبقى الكيرف الجديد هيبقى نفس الكيرف القديم بنفس الشكل ده ايه اللي اتغير الكيرف اتشفت لتحت النقطه دي اتغيرت هنا دي عند في اس 1 دي هنا عند في اس 2 الميل هنا او الميل هنا الميل ثابت في مشكله في دي حد عنده مشكله في دي طيب تعالى هنا النوع الثاني من الكنترول ارمتشر ريزيستنس جيت قلت لك مثلا ان انا عندي كانت المقاومه ار اي قيمتها بكام 4 من 10 كانت السرعه عندي قيمتها قد ايه كانت الماشين شغاله فول لود قيمتها كام السرعه 2400 هاجي اقول لك ان انا حطيت مقاومه مع الارمتشر قيمتها المقاومه دي هسميها ار اكسترنال او ار سي ايا كان 2 من 10 فاصبح المقاومه الكليه كام دلوقتي ار اي توتال قيمتها 6 من 10 اوم ايه اللي هيحصل السرعه لما احط المقاومه دي هتقل قيمتها قد ايه هتعمل ايه هتبقى برضه مقص ماشي بس شكل الكيرف هيحصل فيه ايه الميل اللي هيزيد ادي الكيرف القديم سواء كده او كده عارفين القصه دي ايوه ايه اللي هيحصل النقطه دي النقطه دي ثابته هي هي لان النقطه دي قيمتها كام في اس على الجي اي في الفاي بي طب والميل قيمته ار اي على الجي اي في الفاي بي ايه اللي حصل الار اي انا هنا الميل هيزيد ايه اللي هيحصل الكيرف ده هيبقى النقطه دي هي هي في الميل الجديد ودي هنا الار اي ودي هنا الار اي زائد الاكس مفهوم الكلام ده؟ فاهمين دول؟ خلاص خلاص.